طب ماي، انا دلوقتي واحده عايزه تخس مثلا 5 كيلو، هل ممكن الواحد يخس 5 كيلو مثلا بطريقه الاكل الهيلثي او الطريقه الصحيه اللي انت بتقولي عليها في مثلا اسبوع؟ لا 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 طبعا ما ينفعش. بصي، منظمه الصحه العالميه عملت طبعا ابحاث كتير اتعملت على الموضوع ده. اكتر حاجه مفيده للانسان ان هو ما يبوظش من الكتله العضليه بتاعه جسمه وما يحرقش من الدهون اللي حوالين الاجهزه، انك تخس من 0.5 كيلو لـ1 كيلو في الاسبوع. ده قليل قوي. لا بس ثانيه واحده، كيلو دهون غير كيلو عضلات. لو جبنا كفه ميزان كده وحطينا هنا كيلو دهون وحطينا هنا كيلو عضلات، كيلو دهون هتلاقيه مالي الطبق اللي هو في كفه الميزان هنا، كيلو العضلات هتلاقيها شريحه عضلات كده صغيره. فلما تخسي دهون انت جسمك خس دهون كامل. يعني انت قصدك ان النص كيلو او كيلو بيفرقوا جامد قوي؟ جدا جدا. أوكي. مساحه كبيره، وخصوصا ان احنا لما بنروح بنشتري لبسنا بنشتري لبسنا بالمقاسات مش بالوزن. مش بقول مثلا انا عاوز بنطلون يلبس 70 كيلو، بقول انا عاوز بنطلون لارج اكس لارج كده. فالدهون بتقلل المقاسات بتاعه الجسم. طب حلو قوي. بصي بقى، احنا هنستغلك النهارده، احنا شخصيا هنستغلك، والناس اللي في البيت اللي بيتفرجوا علينا هيستغلوكي كمان. انت هتغششينا شويه وجبات وجبات كمان. اوكي، هتقولي لنا ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في البيت عشان نحاول ان احنا نخس شويه. تمام. اوكي. دي مثلا كب كيك. دي كانت باقي كب كيك، يعني انا حطيتها في كلتيها ولا ايه؟ اكلتها، كان يوم راس السنه منزله لها فيديو كمان مخصوص. اوكي. هي عباره عن مزايا ومعلقتين دقيق شوفان وشويه بيكنج باودر وسكر ستيفيا او معلقه عسل وبيضايه، كله بيتضرب مع بعضه ويتحط في القوالب بتاعه الكب كيك، يدخل الفرن بس كده خلاص. ومعلقه زيت جوز هند او زيت زيت ذره او زيت عباد. بس ده ايه اللذاذه دي؟ يعني طعمها تحفه. واللي فوق ده دارك شوكليت. اوكي. طبعا دايما يقولوا انت لو عايز تاكل شوكولاته تاكل الشوكولاته الدارك. الشوكولاته الدارك دي بقى بتحسن المود وبتعمل كل حاجه حلوه. انت عارفه انا كنت بكرهها جدا يا مي، وبعدين بعد كده استنيت شويه كده عليها وحاولت معاها لما كنت بحاول اعمل دايت بعد ما عييت من الكورونا، تخنت من الكورتيزون، فقررت ان لازم اخس. فطبعا انا عمري في حياتي ما كنت افكر ان انا اشتريها. بعد شويه من كتر ما انا كنت بزق نفسي ان انا اكلها، اكتشفت ان لا، على فكره هي طعمها لذيذ، وكانت يعني بتقضي الغرض، لان هي بتديني الشجر او السكر اللي انا عايزاه بالظبط، وبتظبط المود، وتعودت على طعمها. صح كده. طيب جايبه لنا ايه تاني؟ مثلا عملت ساندويتش برجر هيلثي، منزله له فيديو مخصوص كده. انا بحب دايما الحاجه اللايت اللي فيها ده مثلا ساندويتش تركي كده وفلفل وزيتونتين وكوبايه قهوه باللبن. التركي من البيف اللي هم سعراتهم قليله جدا، وبيديكي برضو احساس ان انا مش محرومه بقى من الاكل اللي هو زي بتاع الفراخ وشويه جرجير. الجرجير برضو مفيد جدا. الزيتونتين، الزيتون ده الناس فاكره ان هو بنعامله كانه مخلل، بس لا، الزيتون بيدي لنا كميه زيوت رائعه، عشان كده برضو ما نقعدش ناكل زيتون كتير، زيتونتين ثلاثة كفايه قوي. وكوبايه قهوه باللبن برضو عشان نصحصح كده في اول اليوم. والفلفل بقى فيتامين سي وكورونا، دايما اقول لهم في الكورونا الفتره اللي احنا فيها دي فلفل اصفر، فراوله، دي فراخ بالطريقه الكبروسيه. الايه؟ بالطريقه الكبروسيه. الكبروسيه يعني ايه بقى؟ كبروس البلد، كبروس. قبرص. اوكي. قبرص. عملوا بيعملوا الفراخ بطريقه حلوه قوي، بيتبلوها بشويه توابل كده، مثلا زبادي، ملح وفلفل بقى وبهارات بتاعتها. وبيحطوها جوه كيس اللي هو الكيس الحراري اللي احنا ما بنستخدموش خالص. ده بيطلع الاكل فظيع. بيخليه مستوي جدا ويخليه جوسي في نفس الوقت. اوكي. ومعاه شويه كوسه كده وشويه سلطه بقى، واهم حاجه في السلطه الالوان الكتير. عاوزه تخسي اديها الوان في السلطه، جسمك يدخله فيتامينز كتير. دي لحمه مفرومه معموله بطريقه السجق، وده بتنجان مشوي وفلفل وجرجير طبعا. بصي، الفكره في الدايت انك طبقك يبقى ملون. تقسميه بعينيكي دايما 4/4 كده، ربع مثلا بروتين، ربع رز ومكرونه. عادي ناكل رز ومكرونه، مش بعبع يعني. يعني احنا ممكن ناكل رز ومكرونه، بس ايه الكميات؟ بصي، ربع الطبق بتاعك اولا. أوكي. تاكلي طبق واحد، ما تاكليش في كذا طبق. كذا طبق ده يعني بقى عندي طبق رز. طيب. بقى عندي طبق لحمه، بقى عندي طبق ملوخيه. بالظبط كده. لكن طبق واحد هقسمه كده بعيني، ربع الطبق ده هحط فيه رز، 5 معالق رز، 6 7 معالق رز بس. ربع انت مدلعانه جدا. ده بجد، ده انا ما شفتش دايت لذيذ كده في حياتي. هنعمل حاجات وده يخليني لو انا مشيت على الكلام بتاعك ده، ان ده يخليني ان انا اخس من 0.5 كيلو لـ1 كيلو في الاسبوع. بالظبط كده.